مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا بيكم في هاشتاج أهلي. هاشتاج أهلي بيستعرض أهم الأحداث والأخبار على السوشيال ميديا الأهلوية، وكمان بيستعرض أخبار وفيديوهات من السوشيال ميديا الرياضية في مصر وكمان من العالم كله. تقدروا طبعا تتابعونا على حسابات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، على أهلي إيجيبت تي في، وكمان على إنستغرام أهلي إيجيبت تي في. كل أهلاوية يقدروا يشاركونا بآرائهم وتعليقاتهم من خلال الهاشتاج الخاص بالبرنامج وهو هاشتاج أهلي، وتقدروا كمان تشاركوا معانا بفيديوهات وصور من خلال رسائل صفحتنا على الفيسبوك. زي ما انتم عارفين بيكون معانا سؤال او موضوع تشاركونا فيه من خلال حساباتنا على السوشيال ميديا، وسؤال حلقتنا النهارده هو: هل ترى ان علي معلول هو الجندي المجهول لهذا الشهر؟ وبرايك ماذا يحتاج علي معلول حتى يحرز العديد من الاهداف مع الاهلي؟ شاركونا طبعا عبر صفحتنا على فيسبوك وتويتر الاهلي ايجيبت تي في او من خلال هاشتاج اهلي. النهارده هيكون في هاشتاج اهلي معانا رقم مميز لشريف اكرامي. وندفيد يغيب عن مباراة الأهلي والداخلية. وعيد ميلاد سعيد نجم الجبهة اليسرى كابتن ياسر ريان. نشرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على فيسبوك بوست الحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم شريف إكرامي، كتبت عليه: حارسنا شريف إكرامي وصل للتصدي الناجح رقم 51 من أصل 54 تسديدة، وصلوا إلى مرماه بنسبة نجاح 94%. كما وصل الكلين شيت رقم 19 خلال 22 مباراة لعبهم هذا الموسم مع الأهلي محليا وأفريقيا وعربيا. تعالوا دلوقتي نشوف تعليقات الجمهور كانت على البوست كانت عاملة ازاي. البداية مع مروان اللي كتب 94% ده هندسة مستريح، ده انت بتتكلم على مجاميع يا مروان. ماشي، كمان معانا غير مروان محمد زكريا كتب: الله أكبر عليك يا وحش، ربنا يحميك ويحفظك ويبعد عنك الحاقدين والحاسدين، ويا رب دايما متألق. أما نسمة فكتبت: الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا وفاك أكتر وتبقى على مستواك ده دايما. أما حسن أبو غادة فكتب: عاش وحش، الوحش ربنا يزيدك كمان وكمان، وانت دايما معانا، احنا مطمنين في حراسة العرين الأحمر، ربنا يثبتك على كده، الأهلي فوق الجميع، احنا أسياد العالم. وعمر الشامي كتب: طول عمري بقول انه أحسن حارس في مصر حتى لما كانوا الأهلوية ضده زملكاوي. ياسمين الأهلوية قالت: ما شاء الله عاش وحش، استمر وإحنا معاك. أكد النادي الأهلي غياب اللاعب الشاب كريم ندفيد عن مباراة الفريق القادمة قدام الداخلية في الدوري العام، وده بسبب الإصابة اللي بيعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة. ألف سلامة طبعا عليك يا ندفيد، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. كمان احتفلت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي بعيد ميلاد كابتن ياسر ريان نجم الجبهة اليسرى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم، وكتبت بوست بتقول: اليوم يحتفل ياسر ريان لاعب الأهلي الأسبق بعيد ميلاده 47، نتمنى له عيد ميلاد سعيد، وإحنا بنقول لك طبعا أكيد يا كابتن ياسر كل سنة وأنت طيب. هنشوف تعليقات الجمهور على البوست كانت عاملة إزاي، والبداية كانت مع أحمد الجندي اللي كتب: أحلى باك شمال يجري الكرة على خط التماس بالمسطرة ويجري وراها من خارج الملعب، كل عام وأنت بألف خير يا كابتن ياسر ريان. أما إكرامي المصري فكتب: كل عام وانت بألف خير يا كابتن، وعقبال مليون سنة سعيدة يا رب العالمين. محمد باسط كتب: كل سنة وانت طيب يا زئبقي، وعقبال مليون سنة وانت بصحة وسلامة، وهاشتاج الأهلي فوق الجميع. مصطفى ماهر كتب: كل سنة وانت طيب يا كابتن، وان شاء الله أحمد يكون في الفريق الأول. أما جهاد شعبان فكتبت: كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، وبألف صحة وسلامة وسعادة دايما يا رب. ومعوض الأهلاوي كتب: كل عام وانت بخير كابتن ياسر ريان الجناح الطائر. دلوقتي هنطلع لفاصل، ولكن معانا بعد الفاصل في هاشتاج أهلي هنشوف نجوم الأهلي على السوشيال ميديا وكمان نجوم المنتخب على إنستغرام. خليكم معانا ما تروحوش في حتة.
وعودة مرة أخرى في هاشتاج أهلي، ونبتدي مع صفحة الأهلي الآن اللي نشرت صورة على الفيسبوك لرجالة المنتخب الوطني بيتوسطهم الجوكر أحمد فتحي خلال المعسكر الحالي، واللي بيستعد فيه الفريق لخوض مباراة ودية أمام توجو يوم 28 الجاري، وكتب عليها الرجالة من معسكر المنتخب. طبعا كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني في المباراة القادمة أمام توجو بإذن الله. أما صفحة الأهلوية بيقولوا هنكون الأول في الفيسبوك لأننا الأول في العالم، نشرت صورة لعلي معلول ظهير أيسر الأهلي والمنتخب التونسي، وكتبت عليها أبو المعاليد. كمان نشرت صفحة صورة جماهير الأهلي لعماد متعب مهاجم الفريق وزوجته يارا نعوم وأولاده البنات، وهم في ملعب مختار التتش بالجزيرة، وكتبت على البوست عائلة عماد متعب. كمان نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على انستجرام صورة لعماد متعب وهو بيهزر مع بنته، وده أثناء وجوده في ملعب مختار التتش، وكتبت على البوست عائلة عماد متعب. ونروح دلوقتي لصفحة ألعاب صلاة الأهلي، واللي نشرت صورة على تويتر لبنات فريق الطايرة بالأهلي، وكتبت عليها فتيات الذهب حققنا الانتصار العاشر على التوالي في الدوري المصري للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على هيليوبليس. ونشرت كمان صفحة رمضان صبح فانز على انستغرام فيديو طريف للاعبي المنتخب الوطني خلال تواجدهم في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لمباراة توجو الودية. الفيديو ضم كل من محمود كهربا واحمد المحمدي وسعد سمير وعصام الحضري. تعالوا نشوف الفيديو. طبعا دي لقطه طريفه من لعيبه منتخب مصر، اكيد زي ما احنا شفنا لعيبه منتخب مصر بتهزر، يعني بيبقى فيه في الوسط كده يعني حاجات راحه فبيهزروا، وانا عارف كهربا شفته كده لمحته. طيب تعالوا نشوف التعليقات كانت عامله ازاي. كانت البدايه مع سمر مجدي، واللي كتبت انا بفطس، وردت عليها ندى عصام بتقول لها شفتها هموت من الضحك والله، شفت الحضري اما الصوره بتروح كان بيعمل ايه. طيب دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقرات هاشتاج أهلي، خليكم معانا ما تروحوش في حتة. اهلا بكم مره تانية في هاشتاج اهلي. واحتفل الاتحاد الاوروبي لكره القدم ويفا بنشر صوره للحارس الاسطوره بوفون على انستغرام بعد وصوله للمباراه رقم 1000 في مسيرته الكرويه يوم الجمعه الماضي، وده خلال مواجهه ايطاليا مع البانيا في تصفيات اوروبا المؤهله لمونديال روسيا 2018. دلوقتي هنروح نشوف فيديو طبعا للعظيم الاسطوره بوفون ونرجع نكمل كلامنا. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on. We'll be right back.
دي طبعا كانت بعض التصديات للنجم بوفون. اكيد لو عرضنا كل التصديات هو اسطوره يعني هنلاقي حاجات كتير جدا. طيب نروح كمان، نشرت احدى القنوات على اليوتيوب فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باهدافه اللي سجلها خلال مشواره مع منتخب بلاده في تصفيات امم اوروبا المؤهله لمونديال روسيا 2018. رونالدو نجح في تسجيل 7 أهداف في التصفيات الاوروبيه المؤهله للمونديال، وده من خلال مشاركته في 3 مباريات باجمالي 270 دقيقه، ليتفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الالماني، واللي احرز نفس العدد من الاهداف في 4 مباريات و 360 دقيقه. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put that on the jukebox, got off to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. She kissed me like there was nobody else in the room. His last orders of call was when she stood on the stool after dancing the case, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using a beat for a beat. أنا مش عارف بصراحة يا جماعة كريستيانو رونالدو ده عايز إيه، يعني يستحق عن جدارة طبعا أحسن لعيب في العالم زي ما انتم شفتوا الفيديو. دي مجموعه من مهارات العالمي كريستيانو رونالدو. ودلوقتي نروح لبايرن ميونخ اللي عرض على قناته على اليوتيوب فيديو لمهارات اللاعبين في التدريب الصباحي للفريق. تعالوا نشوف الفيديو بتاع بايرن ميونخ ونرجع نتكلم كمان. طبعا يا جماعه بايرن ميونخ فرقه كبيره جدا، فرقه قويه جدا، وربنا يستر بقى في الشامبيونز ليج بقى وهنشوف واعين مع ريال مدريد ومتصدر طبعا الدوري الالماني زي ما انتم عارفين. هنشوف حرب، خلونا نتفرج عشان نستمتع مع بعض. كمان قرر نادي برشلونه الاسباني اطلاق اسم الاسطوره الهولندي الراحل يوهان كرويف على ملعب الناشئين الجديد والجاري بنائه في المدينه الرياضيه للنادي الاسباني، وكمان تمثال هيتم وضعه في ملعب الكامب نو. كمان قرر النادي الاسباني تخصيص جزء من متحف النادي عشان الزائرين يتعرفوا على تاريخ كرويف. تعالوا نشوف دلوقتي كمان الصفحه الرسميه للنادي برشلونه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرت فيديو لابرز اللحظات التاريخيه لكرويف مع الفريق الكتالوني وكتبت شكرا يوهان كرويف، تعلمنا ان نحلم معك. هنشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. We'll be right back.
نيكولاس نيكولاس جول. كرويف طبعا لعيب كبير ومفيش احسن من كده تكريم، تمثال ويعني صوره في المتحف، مفيش طبعا احسن من كده تكريم. طيب كمان زي ما في كره القدم لاعبين اصحاب مهارات عاليه، كمان في لعيبه مهاريه في الالعاب الاخرى، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع لاعب التنس الفرنسي بينو بير خلال مبارياته مع الصربي نوفاك ديجوفيتش المصنف الثاني عالميا في دوره ميامي الامريكيه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام. طبعا لقطة عالمية زي ما احنا شفنا، تحس ان هو لعبها برجله ما لعبهاش بالمضرب، يعني انا اتخدعت برضه، ما اعرفش انتوا شفتوها ازاي، بس يعني المهارات موجودة في كل الالعاب زي ما انتوا عارفين. كمان انتشر مؤخرا فيديو لمدرسة مصرية وهي بتلعب كرة القدم بمهارة مع طلاب المدرسة، ولكن بعد انتهاء اليوم الدراسي تعالوا نشوف عملت ايه ونرجع تاني. والله يا جماعه حاجه حلوه، المواهب مش موجوده بس في طلاب المدارس، لا كمان موجوده في المدرسين المدارس، ومش راجل كمان اللي بيلعب زي ما احنا شفنا، دي مدرسه بتنطق كده الكوره مع اللعيبه، يعني من مجال الهزار. طيب دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع لفقره رياكشن، خليكم معانا ما تروحوش في حته. ورجعنا لكم مره ثانيه في هاشتاج اهلي، ودلوقتي معادنا مع فقره رياكشن، وفقره رياكشن اللي بيتفاعل فيها جمهورنا على صفحات قناه الاهلي الرسميه على كل السوشيال ميديا وعلى هاشتاج اهلي كمان، واللي بنشوف فيها تفاعل المتابعين على سؤال حلقه اليوم، وكمان الفيديوهات اللي وصلت لنا على الانبوكس. ما تنسوش طبعا تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم من خلال هاشتاج البرنامج، طبعا هو هاشتاج اهلي، وتقدروا تشاركوا كمان معانا فيديوهات وصور من خلال رسائل صفحتنا على فيسبوك الاهلي ايجيبت تي في. معانا في فقرة رياكشن النهارده رجال الطايرة في النهائي الافريقي للمرة 17 في تاريخه، طبعا تأهل فريق كرة الطايرة الأول رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطايرة للمرة 17 في تاريخه، وده بعد فوزه على بوعريج الجزائري 3-1 في الدور النصف النهائي اليوم. طبعا زي ما احنا أكيد تابعنا وشفنا كان الماتش موجود، أكيد طبعا كمان بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويرجع بالبطولة الأفريقية إن شاء الله ويسعد جماهيره. ودلوقتي نشوف تعليقاتكم بقى عفوا على سؤال حلقتنا النهاردة، وهو كان السؤال: هل ترى أن معلول هو الجندي المجهول لهذا الشهر؟ وبرأيك ماذا يحتاج حتى يحرز العديد من الأهداف مع الأهلي؟ تعالوا نبتدي ونقرأ كده شوية تعليقات من اللي حضراتكم بعتوها.
كانت البداية مع كيمو نوار اللي كتب أنا من رأيي أنه من أحسن لعيب الأهلي في الشهر ده دفاعيا وهجوميا، وكمان التغطية العكسية عنده اتطورت كتير. أحمد سعيد كتب محتاج جناح وصانع لعب لديه رؤية يلعب الكورة من خلف المدافعين بدقة. كمان عبد الفتاح السادات كتب كابتن علي محتاج لعمل عرضيات متقنة وقوية أكتر منها إحراز الأهداف. أما كابتن كويدار كتب من الصعب تكون قناص أهداف بس مش مستحيل، لازم يستفيد من هدفين بتوع سيد معوض. عندنا تاني كمان فادي كتب علي معلول محتاج أنه ياخد حرية أكتر ويلعب مع منتخب تونس. زيكو كتب أكيد طبعا لاعب رائع، وبإذن الله لو استمر الموسم القادم هيكون أفضل باك ليفت في أفريقيا. جهاد شعبان تحياتي حضرتك، تحياتي ليكي طبعا يا جهاد، برنامج مميز ودايما من تفوق، شكرا. وعلي معلول يحتاج للثقه وعدم وجود الشائعات اللي بتتكتب عليه. كمان احمد عماد كتب محتاج يلعب ضربات ثابته وضربات جزاء ويدخل في ال 18 شويه بدل ما كله على الاطراف. كمان علي صالح كتب علي معلول احسن باك شمال في مصر، وباذن الله لو استمر الموسم القادم هيكون افضل باك ليفت في افريقيا. عماد حمدي كتب علي معلول ظهير أيسر عالمي بيهاجم أكتر ما بيدافع. ندى عادل كتبت علي معلول أحسن باك ليفت في مصر حاليا علوش العش. تامر الوكيل كتب ممتاز. يعني دي بعض التعليقات اللي حضراتكم طبعا بعتوها لنا. في كمان سعد الكرة المصرية كتب نعم معلول لاعب كبير جدا. أحمد عبد العزيز كتب علي من أفضل اللعيبة اللي موجودة الشهر ده. طيب إحنا يعني قرينا مجموعة من التعليقات اللي بعتها لنا طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وبشكركم طبعا على تفاعلكم معنا، وبنتمنى أكيد التوفيق لعلي معلول، إن شاء الله نشوفه الفترة اللي جاية كمان بأحسن حال، وكمان التوفيق طبعا لفريق كرة الطائرة غدا بإذن الله في النهائي، وإن شاء الله ماتش مهم أمام النجم الساحلي، ولكن أبطال الأهلي قدها في أي لعبة، وإن شاء الله هيرجعوا لنا بالكاس، وزي ما بنقول دايما أفريقيا إن شاء الله للأهلي، وطبعا أكيد لإسعاد كل جماهير الأهلي اللي بتساند فريقها في أي لعبة طبعا زي ما احنا بنشوف. كده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة من هاشتاج أهلي، ولكن طبعا تواصلوا معانا على كل السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ودايما ابعتوا لنا كمان على هاشتاج البرنامج هاشتاج أهلي. أشوفكم إن شاء الله بكرة في هاشتاج جديد، تصبحوا على خير.